اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله التواب الرحيم، لا إله إلا الله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق الهادي إليه وكيلا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به من النقم، واجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الهزيمة إلى النصر والتمكين. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله شفيعا
لنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا من لا يموت، يا قيوم يا من لا ينام، وجل أن تدركه الأفهام. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الحمد، سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل له كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من دبر الأمور، سبحان من قدر الدهور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من هو كل يوم هو في شأن، سبحان من هو سبحان من سبحان العلي العظيم. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولانا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا ما قدرناك حق قدرك، ولا عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك. إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. إلهنا وخالقنا، ها نحن ببابك واقفون ومن رحمتك راجون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبا أرهقتنا وأتعبتنا وعن جنابك أبعدتنا. اللهم اغفر ذنوبا أنت تعلمها غابت عن عبادك ولم يطلع عليها إلا أنت.
اللهم يا حي يا قيوم، قل لنا انصرفوا قد غفرت ذنوبكم. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم كن لنا في جميع الأمور. اللهم يا أرحم الراحمين، ترى مكاننا، تسمع كلامنا. أمسينا في بلد حرام، وفي ليلة من أعظم الليالي، وفي الثلث الأخير من الليل الذي تنزل فيه وتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا سائلوك فأعطنا، ومستغفروك فاغفر لنا، وتائبون فتب علينا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل فيه تقصيرنا. إلهنا، إنك تعلم أن من بيننا رجالا ونساء من هو المحزون، ومن هو المهموم، ومن هو المكروب، ومن هو المسحور، ومن هو المعيون، ومن هو المريض، ومن حضر ليس له إلا أن يشكو ذنبه، إلا أن يشكو ذنبه، إلا أن يشكو، إلا أن يشكو ذنبه، وأن تقبل توبته، وتغفر زلته، وتعفو عنه وترحمه. اللهم إنا ندعوك دعاء من وثق بك وأحسن الظن فيه. أجب لكل واحد منا سؤله، أجب لكل واحد منا سؤله. يا الله يا الله يا الله، أعتق رقابنا من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. سبحانك في آخر ليلة تعتق فيها كما من أول الشهر إلى آخره. اللهم إن لم تعتق رقابنا في سالف الليالي، اللهم فارفع أسماءنا في هذه الليلة. يا الله يا الله، اللهم اكتبنا في ديوان العتقى، في ديوان العتقى، في ديوان العتقى. اجعل هذه الليلة ليلة عتق من النار، وليلة فوز يا رب العالمين. اللهم اجعلها ليلة الفوز، اللهم اجعلها ليلة الرحمات، وليلة المغفرات. يا فاطر الأرض والسماوات، اطلع علينا من عليائك، فقل لنا انصرفوا قد أعتقت رقابكم. يا عظيم يا كريم يا جواد يا رحيم يا متفضل، سبحانك ما أحلمك على من عصاك.
وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك. إلهنا سترتنا كثير وأمهلتنا كثير، سبحانك إن رجعنا إليك قبلتنا، إن رجعنا إليك قبلتنا. سبحانك أنت الرحيم، كتبت على نفسك الرحمة، كتبت على نفسك الرحمة، العفو أحب إليك من المؤاخذة. نشكو إليك ذنوبنا وقسوة قلوبنا وتقصيرنا، فاللهم في هذه الليلة، في هذه الليلة، ليلة الختام، أن تقبلنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، فإن رددتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من الصابرين المخبتين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهنا وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وأعطيتك أعظم العطايا وأهناها. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يا من إذا قال عبده يا رب نظر إليه، يا من إذا قال عبده يا رب نظر إليه. اللهم لا تصرف عنا وجهك، اللهم لا تصرف عنا وجهك، اللهم لا تصرف عنا وجهك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، بك نستغيث، بك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في صحة وعافية وسلامة ونصر وتمكين. لا تجعله آخر العهد يا الله، اللهم لا تجعله آخر العهد، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا على مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد في الجنة، واجعل الموعد في الجنة، واجعل الموعد في الجنة بأحبابنا يا أرحم الراحمين. قومنا لك أعواما وأعواما، قومنا لك أعواما وأعواما. استعملنا في طاعتك، استعملنا في طاعتك، أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك والشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم، والنظر إلى وجهك الكريم،
والنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله. نسألك سؤال الخائفين، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وسجد لك وجهه. سبحانك ما أعظمك وما أكرمك وما أجلك. سبحانك لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص منهم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وذوي قرابتنا وذوي قرابتنا. اللهم صلهم بعفوك يا كريم، صلهم برحمتك يا رحيم. افتح لهم في هذه الساعة من أبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. إلهنا إلهنا، من لنا إذا غسلنا أهلنا، ومن لنا إذا كفنونا، وعلى الأكتاف حملونا إلى منكر ونكير يسألونا. لا منجي عندها سواك، ولا رحمن عندها عداك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم اختم حياتنا بالطاعات والباقيات الصالحات، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. نستودعك لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله، أن تنطق بها ألسنتنا عند الموت. اللهم لينها على ألسنتنا عند الموت. اللهم ذكرنا لا إله إلا الله. اللهم اقبضنا في الموقف الذي تحب أن ترانا فيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اقبضنا على طاعة، اقبضنا ونحن طائفين أو صائمين أو قائمين أو حاجين أو معتمرين. اللهم لا تقبضنا على معصية يا فارج الهم يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والدين. فرج الهم عن المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأحسن خلاص المسجونين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا
ومرضى المسلمين. إلهنا إلهنا اختم لنا بالفوز، اختم لنا بالقبول، اختم لنا بالقبول يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. إلهنا رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين، وكلنا حرزا من شر الشياطين، وكلنا حرزا من شر الكهنة والمشعوذين. إلهنا وراحمنا ندعو لكل مأموم ولكل مهموم ولكل مكروب ولكل ملهوف ولكل سقيم ولكل عقيم ولكل مسحور ولكل معيون أن تنزل عليهم من بركتك وأن تنزل عليهم من رحمتك. إلهنا احفظنا ووالدينا، احفظنا ووالدينا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرارينا من شر السحر والعين والمس يا رب العالمين. اللهم حصنا بحصنك الحصين، واحفظنا في بيوتنا يا رب العالمين. اللهم واشف من ابتلي بالسرطان، اللهم واشف من ابتلي بالأورام، اللهم واشف من ابتلي بالأوهام وسيئ الأسقام يا رب الداء والدواء. اجعل دواءك يغلب داءك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين لا تخرجنا من هذا الجامع إلا وقد أرضيتنا وأمنتنا ورضيت عنا ورضيت عنا ورضيت عنا وأسعدتنا وأنعمت علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم لا تصرفنا إلا ونحن راضين، إلا ونحن معتق الرقاب يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا ناصر يا قاهر، يا معز يا مذل، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل لإخواننا في فلسطين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم واكتب لهم مثل ذلك في الشام وفي بورما وفي كل مكان، ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. أحقن دماء المسلمين، اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين. اللهم وفق نساءنا وأخواتنا، اللهم زينهن بالحجاب يا أرحم الراحمين. اللهم وارزق أخواتنا الأيمات أزواجا صالحين. اللهم وفق كل أيم وارزق كل عقيم يا أرحم الراحمين. اللهم
آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، هذا ختام رمضان، هذا ختام رمضان، فمن علينا بالقبول يا رحمن، من علينا بالقبول يا رحمن. من حضر مسجدنا وشهد صلاتنا وأمن على دعائنا، اللهم فرج همه وأزل غمه ونفس كربه واقض دينه واقض دينه، اللهم حقق له سؤله، اللهم أعطه سؤله، اللهم أعطه سؤله، بيض وجهه، يمن كتابه، يسر حسابه، اللهم يا حي يا قيوم، وارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم يا رب العالمين، أفض على أهل هذا الحي بركة من بركاتك، ورحمة من رحماتك، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، وأكرمونا فأكرمهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا، اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن توكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. يا جواد، جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على نبينا محمد صلاة عالية عن التحيات، صلاة لا ينقطع عددها ولا ينتهي أمدها. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، وأسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اشتاق إلينا ولم يرانا، اللهم فلقنا به، اللهم واجمعنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لسنته من المتبعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.